الحبيب الإعلامي الشيخ محمد إسماعيل، أشكر الأخ الحبيب الحاج السيد البحراوي، شاكر أيضا المتر إيهاب نافع المحترم الخلوق، الهندسة الإذاعية المتميزة مهندس محمد الشربجي، القنوات التصويرية جميعا، نقول من ولا من توصل على النبي تلت الموقع، أم الحاج محمد المرسي للصوتيات المؤدب الخلوق، وكذلك زكريا عبد الستار أبناء عمومته الذين وفدوا لهذه الليلة، أصحابنا خازن الفراشة والإنارة جميعا، شاكرا الحاج ناصر عبد الباسط إنارة والفراشة الكبرى، أشكر لآل حفظي الأكرمين، وأشكر الدكتور محمد العوضي. الفقرة القادمة هي إشار عقد القران بإذن الله. أشكر فضيلة القارئ العالم الشيخ مود السيد عبد الله، ولنا فقرة معه بعد عقد القران، خلي بالك بعد كده السلكاوي، بعد كده الأحباب، سيدنا خطب الأسماء حاضر، كل مشايخنا العلماء الأجلاء كلكم على دماغي، بل عندكم جميعا فضيلة القارئ الشيخ محمد عطلب. مين اللي قال لك انا اخلي ابو زيد يقول؟ مش هيقول. فضيلة القارئ العالم الشيخ محمد عيد طلب، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يشاء الذكور
ويجعل من يشاء عقيما يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء وانت السيد شندو يعلم الله. يجعل من يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك
نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإن صراطي الله الله يفتح لك. محمد 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 محم
الله ياخد شهرة محمود علي البني. ويعلم الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Yeah, no.